السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. شركه الكترونيك سبور، شركه الكترونيك سبور اللي معروفه في مجال الالعاب الرياضيه، من بينها فيفا 2020 و2021. الان فيفا 2021 اللي خرجت جديده راح دايره تصويت على الكوفير، الواجهه تاع اللعبه في السي دي، الواجهه الكوفير على لاعبين وعلى ايضا منتخبات. احنا نبداو اليوم التصويت، راح نخلي لكم الرابط باش نصوتوا على هذه. راهي موقع، هذه حاجه رسميه اوفيسيال خاوتي، ماهيش قال موقع ولا واحد حب يدير لانستغرام يكثر لي زابوني تاوعو ولا حاجه من هذا القبيل. لا، هذا موقع رسمي، شركه رسميه، شركه تجاريه مهتمة بالألعاب الإلكترونية والرياضية بالأخص، شركة رسمية. إذن قبل ما نتروحوا لاختيار رياض محرز أحسن لاعب باش نخيروه في الكوفير نتاع التصويت تاع اللعبة، راح نقول لكم باللي راهو ضغط كبير عليه هذا الموقع، وصلاح هو المرتبة الثانية بحكم التصويت القوي 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 من الإخوان المصريين ومن الكوريين، الناس راهي تصوت وحنا رانا ضاربين النح. اذا خاوتي بدون اطاله نبدا الساعه بالمنتخب الوطني، دايرين منتخبات وطنيه، ناشيونال تيم، منتخب وطني ليكيب ناسيونال. طبيعه الحال نروح الموقع خيروا الجيري، شويه راهو ثقيل الموقع وبحكم لا شارج عليه ضغط، نحبوا نشوفوا النتيجه، ننتظروا تخرج النتيجه. بلا ما تخرج النتيجه طول شويه، نروحوا نشوفوا التصويت على اللاعب كوفير باش الكوفير تاع الصوره تاع اللاعب تخرج في اللعبه. عندنا مجموعه من اللاعبين، رياض محرز خير ولد بلاد بطبيعه الحال، رياض محرز. التصويت راهو رسمي خوتي، وراهو متاخرين المنتخب الوطني ورياض محرز. الا بغينا رياض محرز يكون في اللعبه، في الواجهه تاع اللعبه، لازمنا تصوتوا ونصوتوا بقوه، بارطاجيوها في الجروب تاع الفيسبوك في كل مكان. انا نخلي لكم الرابط، والطريقه سهله، تصوت خطره وزوج وثلاثه و100 نورمال عادي جدا. خيرنا رياض محرز، نروحوا نشوفوا هنا رياض محرز هو الرابع، صلاح الثالث، ملي كان الثاني ولا الثالث، صلاح الثالث ورياض محرز الرابع. شوف المنتخب الوطني هاي خرجت، شوف هندوراس هي الاولى، بنغلاديش هي الاولى. تصويت خاوتي ما نضحكوش، راهو التصويت، ناس صوت، والجزائر هي الثالثة بطل افريقيا. تصويت، مش عايز نوصيكم خوتي، تصويت ثم التصويت، رياض محرز ليكيب ناسيونال، رياض محرز ليكيب ناسيونال، راهو بلاش، تصويت بلاش، التصويت تقدر تصوت خطرة وزوج وثلاثة وربعة وعشرة، ما يهمش، ما تحبسوش عليها، راني حاط لكم اللي وفازي، أنا فا، ما ترحمش، ما ترحموش خوتي، صوتوا ما ترحموش. اذا لازم على الاقل اقل حاجه يكون لنا رياض محرز في الواجهه نتاع اللعبه، في الكوفير نتاع اللعبه، لازم لعبه فانتايا، هذه فيفا فانتايا 2021، لازمنا يكون عندنا لاعب دولي جزائري مثلنا. رياض محرز فنان ما نبخلوش، اللي داروا ميسي، داروا مبابي، داروا نيمار، داروا خلينا صلاح، داروا منا خلينا على الاقل يخرج لنا ولد بلادنا. اذا خاوتي نوصيك التصويت ثم التصويت، الرابط دوك نحطو لكم، التصويت راهو بلاش، صوت خطرة زوز 100 ما يهمش، صوت على المنتخب الوطني وصوت على رياض محرز، راح نخلي لكم زوز روابط. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.